ستار اكاديمي وواخده جايزه خاصه النهارده في الميدل ايست ميوزك اوورد عن افضل موهبه غنائيه شابه من برنامج صاحبه السعاده. بنبارك لك وبنرحب بيكي على شاشه سي بي سي. ميرسي يا حبيبتي، الله يبارك فيكي. شكرا. نسمة، يعني قولي لي، عايزين نعرف، ببارك لك طبعا على الكليب الاخير حب اخوات، كان مختلف جدا، وانت على طول عندك ميوزك لو ينفع نقول عليها ليها طابع مختلف. هل بتقصدي ده؟ هل انت اميل لده؟ بصي، انا عموما بحب دايما اعمل حاجه مختلفه عن اللي موجوده، انا مش علشان مجرد الاختلاف بس عشان فعلا انا يعني بحب اللي انا بعمله، يعني فانا ليا طريقه مختلفه في الشغل، ليا طريقه مش مختلفه في التفكير، وده يمكن بيبقى صعب على بعض الناس ان هي تتقبله، ولكن ساعتها بيبصوا للقيمه الفنيه اللي بتحصل ومحدش يقدر ما يقدرهاش. نسمة، قولي لي، ليكي اي تترات في رمضان بما ان خلاص موسم رمضان داخل وبيبقى الدراما كتير؟ انا ماليش تترات للاسف، بس ليا مسلسل كرتوني انا عامله الفويس اوفر بتاع البطوله، اسمه عصام والمصباح مع الفنان مصطفى قمر، فباذن الله انا اللي عامله السنه دي الموسم الثالث مع فنان مصطفى قمر دور ياسمين. مبروك يا نسمة، وبنبارك لك على التكريم وعلى الجائزة، وكل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة، وانا بشكركم، وفي شكر خاص بصراحة للسي بي سي على الجائزة دي، وشكر خاص للفنانة إسعاد يونس وللمخرج محمد مراد والبرنامج صاحبة السعادة اللي دايما بيسعدنا كلنا الحقيقة، وبيدينا بوش ان احنا نعمل زيادة ونقدم له اكتر. يعني الجائزة دي كانت تقدير مش ليا لوحدي، لكل الناس اللي كانت في الحلقة، وانا بهديها لكل الناس ابتداء من اكبر واحد لأصغر واحد، لمجرد ان هو بس تقدير للمجهود اللي احنا عملناه، فانا بشكركم كلكم جدا. شكرك يا نسمة، شكرك. موسيقاري الكبير هاني مهنا، انا برحب بحضرتك معانا على شاشه سي بي سي. اهلا بحضرتك. أهلاً. يعني بما ان حضرتك عضو من لجنه تحكيم ميدل ايست ميوزك اووردز، قولي ازاي الجائزة مختلفة عن الجوائز التانية؟ دور حضرتك او دور لجنة التحكيم في جائزة ليها عامل اساسي في تصويت الجمهور؟ احنا لجنة التحكيم هي بتستحضر كل ما هو جديد في السنة الفائتة، يعني 2015، ايه الالبومات اللي اطرحت، السينجلز اللي اطرح في الشعبيات وفي الطربيات وفي الستايلات، يعني كل حاجة، وبنعرضها للجمهور، يعني بتبلغ الجمهور عن طريق طبعا الهايتيك، بنشوف على اليوتيوب والحاجات دي ايه اللي عجبكم في هذه الالبومات الحديثه. الجمهور بيعمل فوتينج، فالحمد لله انا مش اول مره، دي تقريبا خامس مره. اولا الجمهور بيتضاعف، نمره واحد. نمره اتنين، ان الجمهور ذوقه قريب مننا جدا، يعني ما بيوديناش في سكه غلط، الاغاني العبثيه او الحاجات اللي ممكن تبقى فيها مثلا ام مفردات مسفه ولا حاجات، ما بيوديناش السكه دي، فالواحد بيبقى مطمن للتصويت. الجمهور اللهم بنتدخل بس لو في تصويت يعني متساوي ما بين فنان وفنان، هنا بنقدر نرجح كفة عن كفة في حالة التعادل، بس ده بيتحصل قليل قوي، إنما هو الواحد بيطمن جدا للجمهور، لأنه فعلا اللي بيتضعف والرد الفعل بقى اللي هو الرياكشن بتاع الفنانين حسيناه في إيه؟ ان الفنان النهارده بدا ينتقي الكلمه، بدا يشوف اللحن ايه، بدا يشوف اداؤه، يعني هو باصص على الميمة انه عايز برضو ياخد الجائزه وكذا، فبالتالي بتبقى دي مرجعيه جميله قوي، ان برضو الفن يبقى فيه حاجه رادعه للخروج عن النص، واخد بال حضرتك؟ يعني دي كمان من الطرفين، الفنان بيبقى يلتزم او قريب من الالتزام قوي، والجمهور بيتضاعف وهو اللي بيعمل الفوتينج. احنا ما علينا ان احنا بنحضر له الجمهور، بنحضر له المنتج، والجمهور هو بيشاور عليه. موسيقار الكبير هاني مهنا، انا بشكرك شكرا جزيلا، ومبسوطه جدا ان انا كنت مع حضرتك ومعانا على شاشه سي بي سي. كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يخليك، كل سنه وانتم طيبين، وكل المشاهدين للسي بي سي طيبين، ورمضان كريم علينا وعليهم وعلى الامه الاسلاميه كلها. شكرا جزيلا. فؤاد، انا برحب بيكي طبعا، انت من ضمن الحضور الجميل في ميوزك او ميدل ايست ميوزك اوورد، برحب بيكي هنا طبعا معانا على شاشه سي بي سي.
انا برحب بيكم وبرحب بكل جمهور شاشه سي بي سي. قولي لي يا دينا، ايه رايك في مبدئيا انك عايزه اكلمك على الحفله وفكره الميدل ايست ميوزك اوورد ان هي عن طريق التصويت؟ قد ايه الجائزه دي بتبقى مهمه بالنسبه لاي فنان ان هي جايه من عن طريق التصويت؟ اكيد طبعا هي مهمه جدا، وبالذات اللي هي على مستوى الشرق الاوسط كله، فاكيد مهمه لكل فنان لانه بيقيس نجاحه قد ايه قوي جوه مصر وبره مصر. وفعلا يعني من الحفلات او من الايفنتات اللي ليها مصداقية جامدة جدا، لأنها فعلا بتبقى موجودة بالتصويت بشكل قوي. وأكيد أي فنان بيحس بالتقدير، بيحس إن كل شرق الأوسط بيصوت له وبيفوز في وسط كم من النجوم اللي بيبقوا بيتنافسوا على اللقب ده. دينا، رمضان داخل وعايزين نعرف الجديد في رمضان لدينا فؤاد. اولا طبعا بقول لكل الشعب المصري والوطن العربي كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، ربنا يا رب يعيدوا علينا بالستر والسلام والمحبه. انا رمضان ده واخده اجازه، يعني اتعرض عليا كذا حاجه بس ما لقيتش نفسي في ولا عمل من اللي اتعرضوا عليا، ففضلت ان انا اخد اجازه علشان ان شاء الله انزل رمضان اللي جاي 2017 بعمل قوي بدور انا حباه، قادره اتعايش معاه واصدقه علشان الناس تصدقه وتحبه، وان شاء الله يا رب يبقى في اعمال بره رمضان باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله. يعني يا دينا انا بشكرك شكرا جزيلا على اللقاء ده مع شاشه سي بي سي، نتمنى نشوف فيك على طول ونجاح لنجاح. بشكرك، ميرسي. نجم محمد حمائي، اهلا بيك معانا على شاشه سي بي سي، والف مبروك على الجائزه من ميدل ايست ميوزك اوورد. ربنا يخليك، اهلا بيكي، الله يبارك فيك. حمائي، يعني طبعا الجائزه ليها معنى خاص لما بتكون من الجمهور، بتالي بتبقى مختلفه عند الفنان. طبعا انا طول الوقت بقول الحكايه دي، بقول احلى جوائز بناخدها هي بتبقى جوائز تصويت الجمهور، لانه احنا طول الوقت بنشتغل حقيقه عشان نرضي الناس. يعني دايما شغلنا الشاغل، احنا هنقدم ايه للناس، بنجتهد وبنتعب علشان نقدم حاجه ترضيهم، فلما بيردوا هم الرد ده بيبقى بالنسبه لنا احساس ان احنا نجحنا في اللي احنا بنعمله، وبيبقى دليل شويه ان احنا ماشيين على التراك الصح في العلاقه دي بيننا وبين الجمهور. رمضان اللي فات كان ليك تجربه في لهفه تضيف شرف في حلقه، تالي الحلقه عملت صدى كويس قوي، والاغنيه كمان مع دنيا سمير غانم عملت صدى عالي قوي. تالي في فتره برضو كان في كلام عن فيلم. لا، هو طبعا انا سعدت جدا بتجربه لهفه، وسعدت جدا كمان بالشغل مع دنيا فنانه موهوبه جدا، يعني انا مش هقيمها على المستوى التمثيل لانه ده شيء خلاص يعني متاكدين منه من زمان، لكن هتكلم في الجزء يمكن اللي يخصني اكتر اللي هو اللي انا بفهم فيه شويه، يعني الغنى. انا بشوف دنيا صوت ذكي جدا، مش بس حلو، صوت حلو وذكي، وده انا اتاكدت منه وانا بغني معاها، لانه بتبقى عارفه كويس قوي ايه المطلوب من الاغنيه وايه اللي المفروض تعمله. اتبسطت جدا بالاغنيه دي الحمد لله ونجاحها مع الناس، والتمثيل والتمثيل اتبسطت كمان جدا بتجربه التمثيل، وهي تعتبر التجربه الاولى ليا يعني. وموضوع التمثيل هو مش كلام، هو ان شاء الله احنا قريب جدا هنخش فيلم مع وليد منصور ان شاء الله، هيكون من انتاج وليد منصور، وحصل كلام كتير فعلا في الموضوع ده، والفيلم اتاجل اكتر من مره، بس خلاص يعني ان شاء الله دي اخر مره هنعلن فيها، وده هيكون الكلام النهائي ان احنا ان شاء الله في خلال السنه دي قبل ما السنه تخلص يمكن بعد رمضان ان شاء الله هنخش نبدا تصوير في الفيلم ان شاء الله. تبقى القصه يعني من بعيد انت يعني حابب القصه؟ يعني انا مش عايز بس اتكلم يعني عنها جونرا بتفاصيل الجونرا، مثلا رومانس نقدر نقول رومانس سلاش حاجات تانية بقى، يعني معاها شويه حاجات. حمائي، عايزه ابارك لك على الالبوم، تالي دي اخر يعني ابعد مبروك اتقالت لك، بس طبعا الف مبروك على الالبوم وعلى الصدى اللي عمله ورد فعل، ولغايه دلوقتي بتالي الالبوم عامل رد فعل، يعني بتالي كلنا لسه بنسمع البوم حمائي، فرد الفعل ده عامل فيك ايه؟ عامل في اللي جاي ايه؟ الحمد لله. يمكن انا طول الوقت بشتغل يعني دي سياستي في الشغل، او سياستي في صناعه الالبومات بالنسبه لي. انت عارفه كل واحد بيبقى عنده طريقه بيشتغل بيها، دي الطريقه اللي انا مقتنع بيها من زمان ومن ساعه ما ابتديت. انا طول الوقت ما ببقاش همي ان انا اعمل اغنيه واحده حلوه في البوم تعجب الناس وبسرعه نعمل البوم تاني، انا ما بعملش كده. انا بحاول طول الوقت ان انا اوصل
الكونتنت كويس، محتوى كامل بشكل كويس، ألبوم يكون مش عايز أقول دسم يعني، ولكن يكون كله بيتسمع وكله يتحب. احنا بنبارك لك تاني وثانك يو سو ماتش، كنت معانا على شاشه سي بي سي، ومن نجاح لنجاح، والف مبروك تاني على الجائزه. كل سنه وانت طيب يا حماد. كل سنه وانت طيب. انا بشكرك جدا وبشكر سي بي سي وكل مشاهدي سي بي سي، بتمنى لكم ان شاء الله رمضان موفق على المستوى العملي، لان انا شايف ان شاء الله في حاجات حلوه قوي السنه دي، وبتمنى لكل الناس ان شاء الله شهر رمضان كريم وسعيد وهادي وما فيهوش مشاكل ان شاء الله، وربنا يعدي شويه الظروف دي على خير باذن الله. ديفا سميرة سعيدة، أنا برحب بيكي معانا على شاشة سي بي سي، وببارك لك على التكريم أو الجائزتين من ميدل إيست ميوزك أورد. ببارك لك كمان على الفيديو كليب، وقد إيه كان مختلف وقد إيه طلعتي بيه بصورة مختلفة. وبس عايزة أسألك عن التكريم وعن الألبوم الأخير، إزاي تابعتي ردود الفعل بتاعت الناس حتى السوشيال ميديا؟ يعني الناس كانت بتصور أغنية ما حصلش حاجة بطريقة مختلفة من كتر ما حبوها يعني. اولا التكريم بالنسبه لي دايما، الجائزه دايما بتفرح الفنان يعني في كل وقت وكل زمن يعني. الحقيقه دايما الواحد لما بياخد جائزه ده معناه ان هو يعني عمل حاجه كويسه وعجبت الناس، فده بالنسبه لي مفرحني كانه اول جائزه يعني. دايما مهما كترت الجوائز دايما كل جائزه على حده بتفرحني قوي يعني. بالنسبه للالبوم طبعا الحمد لله تابعت النجاح، و الحمد لله يعني اجتهدنا فيه قوي وعملنا شغل كتير قوي، والحقيقة انه ناس كتير تعبت معايا فيه، مش انا لوحدي اللي تعبت يعني، كتاب الكلمات، الموزعين، الملحنين، المهندس الصوت، كلنا اشتغلنا فيه، والحمد لله قد ايه فرحنا بالفيدباك اللي حصل، لانه كان بعد شغل كبير قوي لقينا انه رد الفعل على قد التعب وعلى قد المجهود اللي حصل. وطبعا تابعت زي ما قلتي في السوشيال ميديا، الناس كانت بتغني كل الاغاني وكانوا بيصوروا نفسهم فيديوهات، وكل فيديو بالنسبه لي تعرفيش قد ايه بيفرحني وقد ايه بالنسبه لي حاجه جميله انه الناس تبقى حابه لكل اغنيه على حده وكل وحافظين الاغاني من الاول للاخر. انا مبسوطه جدا يعني. ديفا سميره سعيد، بشكرك شكرا جزيلا ومبارك لك مره ثانيه على التكريم. وثانك يو سو ماتش، كنت معانا لشاشه تي في سي. فنان محمد عدوية، برحب بيك معانا على شاشه تي في سي اكسترا، ببارك لك على الجائزه من ميدل ايست ميوزك اوورد. ربنا يخليك، الله يبارك فيكي، ميرسي. محمد، يعني الجائزة عن أفضل تتر مسلسل حواري بوخارست، ودايما تترات محمد عدوية مختلفة، السنة دي هيكون في تترات في رمضان؟ إن شاء الله احتمال، بس أنا مركز أكتر في الألبوم بتاعي لأنه نازل خلاص. لأن تعبت في الألبوم ده جامد قوي، ويعني الشهرين اللي جايين دول إن شاء الله. إن شاء الله، أنت عارف الناس مستنياه بقالها كتير، الحمد يعني لله. أنا نزلت سنجلز. لا هي مش سنجلات، هي بروموشن للشريط يعني. بنعرف الناس اغنيه اسمها كل يوم، واغنيه اسمها نتائجك وسلطانك. هي كلمات شاعر ياسر حسنين، المنتج الفني بتاعي ولحني وتوزيع محمد نور. والاغنيه دي بالتحديد سجلت في اسبانيا وفي مصر ما بين البلدين. دايما يا محمد انت من الفنانين اللي الميوزك بتاعتها مختلفه ومواضيع اغانيها مختلفه، يعني انا بتكلم مش من جهه خبرة، انا من جهه الجمهور يعني. دايما محمد عدويه الموسيقى بتاعته مختلفه وكلماته كمان مختلفه، مش المواضيع الحمد لله، مش المواضيع من اطوارها الحمد لله. وانا بحاول اعمل ده، وانا قاصد ده كويس انك انت فاهماني، فانا بحاول اعمل المزيكا النظيفه الراقيه المختلفه. جمهورك مختلف. الحمد لله الحمد لله، بحاول اتعب في الشغل اكتر، بحاول كل اغنيه انت عارفه تبقى زي ما بيقولوا ايه، زي البيبي بتاعك او زي ابنك. فالحمد لله رب العالمين، ربنا بيوفقنا، بنتعب في الموضوع شويه. وانت بقالك قد ايه محمد بتشتغل على الالبوم ده؟ لا بقالي كتير قوي، لان توقفت فتره بعد الثوره ما قامت، ورجعنا تاني الحمد لله نشتغل في الالبوم. اتمنى لك كل نجاح يا محمد، ومن نجاح لنجاح، وبشكرك شكرا جزيلا، كل سنه وانت يا رب. انا بشكر السي بي سي جدا، وانا بحب السي بي سي قوي. ميرسي يا محمد، وميرسي ويا رب كده بتألق على طول. كل سنه طيبين وانت طيب. ماشي، ميرسي. امينه بن
نبارك لك على الجائزة أحسن أفضل مطربة شعبية في الماما ميدل إيست ميوزك أورد، وأهلا بيكي معنا على شاشة سي بي سي. مرسي يا حبيبتي، مرسي سي بي سي وكل الكرو اللي منورنا ده كله، مرسي جدا. أمينة، مش أول مرة تاخدي الجائزة دي، كلميني بتمثلك إيه؟ خاصة إن هي من تصويت الجمهور فأكيد ليها شعبية ومصداقية أكتر بتبقى عند الفنان، ليها معزة خاصة. طبعا يعني بصي، دي حاجة تقديرية من الجمهور لمجهوداتك، لتعبك، لشقاكي، لحاجات كتير قوي، لمصداقيتك معاهم، لإنسانيتك، لأن هما بيشوفوا الفنان من كل جوانبه، يعني يصلح وما يصلحش، حاجات كتير جدا جدا الجمهور بيديك على أساسها. والحمد لله رب العالمين، أنا بتمنى أن أنا دايما أبقى تحت حسن ظنهم يا رب. أمينة، يعني الناس بتحبك في تمثيل قوي وناس بتحب أغانيكي قوي، فأنا عايزة أعرف قبل ما نتكلم في أي حاجة، إيه الجديد؟ في حاجة في رمضان؟ في حاجة بعد رمضان؟ أنا سينما، أنا دراما؟ في رمضان كدراما أنا جمهور السنة دي إن شاء الله هتابع بإذن الله، ولأن السنة اللي فاتت كان أنا عندي مولد صاحبه غايب، في العيد إن شاء الله فيلم سينما بإذن الله، وعندي سنجلين، والالبوم بقى خلاص بقى فيلو يعني ان شاء الله باذن الله. مبروك، الالبوم هينزل امتى يا امين؟ لا انا اعتقد لو الفيلم ان شاء الله نزل على عيد يبقى الالبوم بقى العيد الكبير باذن الله. الف مبروك يا امينة، وببارك لك، وعايزينك على طول منوره، وثانك يو سو ماتش. ميرسي، ربنا يخليكي، ميرسي جدا، شكرا ليكي، ميرسي. احمد شيبة احسن مطرب شعبي، مبروك. الله يبارك فيك. طب المايك والنبي يا شيبة. الله يبارك فيكي. مبروك على الجائزه طبعا، واهلا بيك معانا على شاشه سي بي سي. لو لعبت يا زهره عملت 45 مليون فيو على يوتيوب. لا دلوقتي 55 كمان، عليت. الف مبروك يا شيبة. 54 مليون. الحمد لله، الله يبارك فيكي. قولي جايزه مثلك ايه، معناها ايه عندك، خاصه ان هي جايه من تصويت الجمهور؟ انا مش مصدق نفسي والله، من ساعه ما سمعت حتى الخبر ده الحمد لله، لما اطلع المطرب الاول في الشرق الاوسط يعني حاجه، انا فرحانه قوي، انا عريس النار. الف مبروك والله العظيم. طب شيبة قول لي، مش خايف يعني؟ دايما المطربين اللي بتضرب اغنيه جامده قوي معاهم كده بيبقوا خايفين من اللي بعده. لا، ما انا قبل لو لعبت ظهر في اغاني ثانيه طبعا، بس شيبة دي عملت انترفيوز ومبروك والله اكبر هي دي بس اللي خدت اعلام اكتر يعني الحمد لله. بالظبط، يعني مش خايف من اللي بعده، بتحضر للي هو بعده، هو اللي جاي بقى الاصعب. بالظبط، انا ده اصعب اللي هو اللي جاي. ايه اللي جاي بقى يا شيبة؟ اللي جاي بعد رمضان ان شاء الله في اغنيه جديده، بس مش لازم اقول عليها. لا قول يا شيبة. ما ينفعش. ليه؟ ما ينفعش. طب في فيلم ولا سينجل ولا ايه؟ في فيلم ان شاء الله، وانا برضو همثل في فيلم ان شاء الله قريب. بعد رمضان؟ بعد رمضان ان شاء الله. دخلت ولا لسه؟ في رمضان برضو. ايه في رمضان عندك؟ ايه في رمضان؟ يعني حاجات كده، تتر ولا طالع ضيف شرف في مسلسل؟ لا لا، مش طالع، مش ممثل. لا هتغني يعني تترات؟ في اغاني ان شاء الله، في مقالب، عمل فيها حاجات ياما. تعمل فيك مقالب السنه دي؟ الحمد لله. طب هتغني في تترات مسلسلات السنه دي في رمضان؟ لا لا. ده برامج. طيب المطرب شعبي، احسن مطرب شعبي في ميدل ايست ميوزك اورد، احمد شيبة، انا بشكرك وكل سنه وانت طيب. انا اللي بشكرك، كل سنه وانتم طيبين. مطربه الجميله مروه ناجي، ببارك لك طبعا على الجائزه، والف مبروك عليها، واهلا بيكي معانا على شاشه سي بي سي. الله يبارك فيكي، وسي بي سي منوره باهلها يعني. مروة، دايما اعمالك مختلفة، عايزة اعرف منك ايه الجديد؟ في حاجة في رمضان؟ الجديد اول حاجة احنا في حفلتين انا جايين قريب قوي، انا شخصيا بحبهم وبعزهم بستناهم من السنة للسنة. دي حفلة ذكرى الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، كانت رحلت عننا، كانت من خلال ايام. الذكرى بتاعتها دي ذكرى سنوية، الحفلة تبقى في اوبرا اسكندرية واوبرا دمنهور يوم 26 ويوم 27 مع المايسترو الكبير عبد الحميد غفار وفرقة اوبرا اسكندرية. في اغنية دويتو صوفي هينزل خلاص خلال برضو ايام على معظم القنوات الفضائية والمحطات الاذاعية، اسمه الحب احياني مع الفنان مأمون المليجي. وفي اغنية هتنزل على العيد اسمها ليلة العيد انستينا، الفيلم اسمه ليلة العيد انستينا، هتكون نازل على العيد من انتاج شركة ستار بيكتشر. مبروك يا مروة، ما عندكيش تترات مسلسلات في رمضان؟ لا ما فيش. ولا هتكرري تجربة التمثيل؟ هو بالفعل مضيت مع شركة ستار بيكتشر الانتاج الفني مع أستاذ محمد مراد ودكتور خالد يكن،
وان شاء الله يعني مضينا عقد مده سنتين وهيكون في اكتر من عمل سينمائي وعمل درامي، فيا مسهل يا رب ان شاء الله. يعني داخله دراما ان شاء الله والسينما ان شاء الله باذن الله. مروه انا ببارك لك مره ثانيه وبشكرك شكرا جزيلا ان انت كنتي معانا على شاشه تي بي سي. كل سنه وانت طيبه. الف شكر. ميرسي يا مروه.